وقت سألتني قبل بمرة ما قدرت أشرح لك مزبوط قديش بيعني لي هذا الطوق، بس هلأ حابة أحكي لك عنه. وقت اللي كنت طالبة بالجامعة كنت غني، حتى كان عندي فرقة كنا نعيد توزيع الأغاني وخصوصي الأغاني القديمة، ومرة عملوا نشاط كبير بالجامعة وأنا كنت بدي أطلع على المسرح، بس طبعاً بابا ما قبل، مثل ما كان يرفض كتير شغلات رفض لي هالطلب، ما خلاني غني على المسرح. بس أمي وإخواتي كانوا دائماً يدعموني، كانوا يوقفوا جنبي بأي شيء بيعنيلي. وقتها من دون ما نقول لبابا رحنا على الحفلة، يعني السبب اللي ما خلى أبي يكون معنا بهداك اليوم إنه نحنا كنا رايحين بالسرقة، لأنه هو كان رافض الفكرة من الأساس. يومي تعب كنت واقفة مقابل أمي وعم بتطلع بعيونها وعم غني لها الغنية اللي بتحبها وعطول بتطلبها. كنت مفكرة إنه هالليلة رح تكون حلوة ويمكن تكون أحلى ليلة بعمري كله. وبعد ما خلصت الحفلة طلعنا بالسيارة وكنا راجعين على البيت، أنا تحملت هذا الوجع كل فترة حياتي الماضية وضليت عم لوم حالي لأني عملت شي من دون ما أقول لأبي وتعاقبت عليه بهالمصيبة الكبيرة. بس هلأ صار لي من وقت ما رجعت على اسطنبول وأنا عم بضطر إني خبي عليه وكذب كل الوقت. فاتح هو اللي لقى الطوق، كان واقع من جيبته لبراق بوقت المشكلة اللي صارت بالعرس، باليوم اللي خسرت فيه عائلتي في واحد سحب من رقبتي هذا الطوق والتقى بالمكان اللي انت خسرت فيه اختك. يعني ولهالسبب طلبتي تشوفي الفيديو؟ ومشان هيك لحقتي لسعدي؟ خالدة ليش ما حكيتي لي هالشي؟ لأنه كان صعب علي. حاولت تتخيل تكون مفكر اللي قتلني هلا عم ينال عقابه، بس بعد كم سنة تلاقي شي يخليك تشك بهالشي كله. وهذا الشي هو اللي لبستك يا عمك انت وصغير وفكرت حالك انك خسرته من سنين، هو ذكرى غالية كتير على قلبك. كنت مفكر انه اللي مرقت فيه انا ما حدا مرق فيه بنوب. انت كيف قدرتي تتحملي كل هالسنين؟ هربت، هربت من مشكل الناس، فكرت بهروبي رح اقدر انسى، بس طلع الانسان ما بيقدر يهرب من قدره. Thank you.
ضروري أبوك يعرف هذا الحكي. ما بقدر خبره شيء قبل ما أكون متأكدة. خالدة، مو أنت قلتي إنه واقع من جيبة براق؟ لسه بدك تتأكدي أكثر من الموضوع؟ براق قال لي مظبوط إنه الطوق كان معه من زمان كتير، بس هو لقاه وقت اللي كان عم ينتقم لعائلتي، وإنه لقاه مع واحد من عائلة أكسوي. وأنت صدقتي هذا الحكي؟ يعني هذا الحكي ليش ما قاله من الأول؟ ما بعرف، بس لحتى أتأكد لازم لاقي بهجة وأحكي معه ضروري، وبعدها بقدر أفتح الموضوع مع بابا وأحكي له كل شيء. طيب خلاص، اللي بدك اياه بنعمله، بس أنا ما بقبل إنك تعيشي بهذا الهم. بدي اياكي تتذكري شغلة صغيرة، إنه أنا موجود دائما وجاهز لحتى ريحك من هذا الهم، تمام؟ أهلين فتون، أنت منيحة؟ أنا مو منيحة أبداً، ممكن شوفك؟ طبعاً، يلا جاي فوراً. أنت وين لحتى أجي لعندك؟ أهلا وسهلا. أهلين فيكي. شو عليا؟ شو حنعمل بهي القصة؟ أهالينا أكيد صاير لعلهم شي، ما هيك؟ إذا نحنا ما نهينا هالموضوع رح تصير القصة بايخة كتير. بس رأيي مثل رأيه. كيف يعني؟ شلون رأيك مثل؟